مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي ان شاء الله رح ينال رضا الجميع، ورح يفوت اللي ما سمعت كلامي وما سوت اللي انا حكيت لكم اياه. انا من فترة وانا بالصيف بقلت لكم نشفوا قشور المانجا، قشور الافوكادو، قشور التفاح، قشور البطيخ، الشمام قصدي. طيب الشمام بالعراق احنا نصيح للبطيخ، احنا نختلف، احنا نصيح هون بعمان البطيخ يعني الرقي، احنا لا البطيخ حبايبي، انا قصدي الشمام. زين انا قلت لكم الافوكادو، التفاح، المانجا، يعني قلت لكم اي قشور عندكم. حتى انا نشفت، طلعوا هسه طبعا هذه قشور، هاي قشور الرمان. طيب وانا ضبيتها وهيها موجوده وهيكم زي ما شايفين انا كلها جامعتها. هون حبايبي عندي قشور المانجا، قشور الدراج، مو المصوف هذا اللي شكشك، لا هي قشور البطيخ زي ما شايفيها. انا قلت لكم كلها جمعوها، وقلت لكم راح نستفاد من عندها بوصفات كثير حلوه راح نسويها بالشتاء، واذا تتذكروا هذا الحكي انا حكيت لكم اياه. المهم حبايبي اللي جامعه ومسويه معي راح تقدر تسوي زيت كثير حلو للبشره، مجموعه من القشور تبعت الفواكه. انا هون اي قشور عندك، انا جمعت هون قشور البطيخ وقشور المانجا وقشور التفاح كمان حبايبي، وقشور الدراج اللي غير مصوف، كل هذا هيو زي ما انتم شايفين. انا كلها هاي حبايبي جمعتها مع بعض. زين الافوكادو لا راح اسويه لحاله. زين كل هذا هيك وراح اسوي. بالنسبة اللي ما عندها هيك الناشف تقدر القشور الخضرة، يعني القشور وهي خضرة تخلطها بالخلاط وتسوي نفس الطريقة، بس تصفيها كتير كويس وتتأكد بان هي ما فيها، من تحطها بحمام بخاري تتأكد انه فقدت كل المي تبعتها عشان ما بيخرب. هو صراحة اذا كان طازج راح يخرب معاكم، يعني لا تسوي كمية كبيرة، خلال اسبوعين يعني راح يفقد، شو نقول راح يخرب. فانتوا حاولوا سووا كمية كلش صغيرة، ما عندها هيك يعني ناشف زينة، كمية كلش صغيرة وسويها. زين اللي ما متأكدة من تبعتها شو نقول انه ناشف 100%، لان الصراحة وانا هيو شايفين المانجا ما بتنشف 100% وصعب تنشيفه. فانتوا سووا زي ما هسه انا راح اشوفكم انا شو سويت، وبعدين حطوه بصحن وراح ينشف بسهوله. يعني حاولوا اطحنوه بمطحنه اذا عندكم، شايفين انتوا هيك انا شلون طحنته، طلعوا طحنته هيك، وراح اخليه بصحن وراح استفاد من عنده الماسكات البشرتي كثير حلوه، وراح اسوي طبعا ريحته بتجنن لان كوكتيل قشور خضار، كوكتيل يعني كلش حلوه هاي الشتمه. اتمنى حبايبي انكم كلكم كنتم مسوين هاي الشغله معي، واللي بحاله اي اخت ما سوته لا تزعل، تقدرين تلمين القشور اللي هسه قاعده تستعمليها وتسويها بسرعه، تخلطيها مع بعض وتسوين نفس الوصفه تبعتي وتصفيها كثير كويس وتستعمليها. بس انا ليه حكيت لكم اريدها وحابه تسووها؟ لاني حابه استعملها كيف بنستعمل الطين، طين المغربي، طين الخاوي احنا نسميه، او هيك اهل العراق نسيت. طيب حبايبي يعني بدال الطين راح نستعمل لبشرتنا، كتير كويس للبشرة، يعني صراحة بيغذي، بيرطب، بينعم، يجدد الخلايا، ينتج الكولاجين من أول وجديد، لأن مستعملين جميع الأثمار ما عدا لا تخلون قشور البرتقال. أنا الصراحة قشور البرتقال وقشور الافوكادو وقشور الليمون راح اسوي كمان من عنده وصفه كتير حلوه، واتمنى انها كمان تنال
رضا الجميع. الوصفات اللي راح تصير من القشور بهالفتره كتير حلوه، راح انزل لكم فيديو كمان او نزل، ما بعرف هذا الفيديو راح ينزل الاول ولا ذاك الفيديو، راح انزل لكم فيديو كمان للتجاعيد الجبين اللي عندها تجاعيد بالجبين تبعتها من هاي القشور، راح اشوف القشور اللي احنا نرميها قديش لها فوائد للبشره. لا ترموا شيء ان كانت نواه الافوكادو قشور، على فكره حتى الاناناس راح اسوي لكم من الاناناس ماسكات، اول عرض على اليوتيوب ما نزلت ولا مره، وماسكات ان شاء الله تنال رضا الجميع. راح نعمل بحبه اناناس كل اللي بدنا اياه بحيث يكفينا الشتاء كله، واحنا الماسكات تبعتنا نسوي من عندها. بس انتو يا ريت تشتركوا حبه اناناس ولا هالقدها، انا عارفه كل الزين كتير غالي الاناناس، بس يمكن حسب كل واحدة، يعني أنا بحكي كتير غالي بالنسبة للطبقات الفقيرة، يعني إذا كان غالي أنا ما أعرف حبايبي كل واحد قديش سعره بالبلد، تقدرون تشترون يعني أنتو أختك وحدة وما راح تسوي منها، راح أخليك تسوي منها عصير وتشربين، تعملين منها كريم، تعملين منها ماس، تخزني من عندها، يعني ما راح أخليك ترمي من عندها ولا إشي. اتمنى حبايبي انكم يعني تراقبوا هالايام الفيديوهات وتسووا خطوه خطوه اللي انا بعملها. هسه بدنا نعمل الماسك تبعتنا، طبعا انتم زي ما شايفين انا كلها خليتها مع بعض وراح اطحنها زي ما قلت لكم، وزي ما انتم شايفين حبايبي انا كلها خليتها مع بعض، وراح نطلع كمان وصفه للرموش لتطويل الرموش كثير حلوه، تقدرون كمان تستعملوها لبشرتكم وشعركم نفس الوقت. هيك حبايبي زي ما انتم شايفين، وانا الباقي كله راح اسويه هيك لانه ما راح ينشف اكثر من هيك، فخلونا هيك نزغره زين، وبعديها حطوه هيك عندكم بالمطبخ، بالمطبخ كل ما تمرقين من جو، ما بعرف هسه الجو رطوبه والجو هاي، تقدرين هيك حتى لو هيك نقول مثلا هاي الصوبه وهيك تخليه جنبيها، الحراره اكيد راح توصل، حاولي بين فتره وفتره قلبي راح ينشف اكيد، ابدا لا تضبيه لانه راح يخرب معاكي، خليه لحد ما ينشف معاكي تمسكيه هيك بايدك بيكون صار مثل الطحين كانه. هسه طيب شو هي الوصفه تبعتي اليوم اللي راح اسويها؟ الوصفة حبايبي تبعتي اليوم اللي راح اسويها وصفة كتير حلوة وان شاء الله تنال رضا الجميع حبايبي. راح ناخذ ولا تسووا كميات كتير كبيرة. هذه الوصفة اللي راح نسويها راح تقدرون تستعملوها لجسمكم، الشعركم، للبشرة تبعتكم، للجسم بالكامل، ترطيب وتغذية وشون بتقول نكثف عملية انتاج الكولاجين. كيف نكثف عمليته حبايبي؟ لازم ضروري ضروري جدا بهالوقت بهالاثناء بهالايام محتاج الجسم تبعتنا الى تغذيه كثير حلوه، مثل حبايبي عصير الجزر، وانا طلعت لكم على قناتي قناه مملكه الفنون والتجميل، وكانت انا وابني من هذا الفيديو كثير حلو، سويته من الجزر للذاكره للتخسيس، يعني لذاكره الاطفال مع بعض سويته لذاكره الاطفال وللتخسيس، وبنفس الوقت يخلي الانتاج الكولاجين بالجسم يتضاعف. الاناناس حبايبي، الكيوي، الخيار، السبانخ، كلها هذه مواد تحفز وتقوي انتاج الكولاجين بالجسم. طيب احنا سوينا انتاج الكولاجين بالجسم، خلينا نظهره بالاكيد من راح ينتج بالجسمنا راح يظهر على بشرتنا وعلى شعرنا وعلى جسمنا بالكامل، بس بدنا نضاعف هذا الشيء راح نعمل هذه الشغله. هاي الشغله كثير كويسه وكثير حلوه واتمنى انها الكل يعملوها وراح يستفادوا اكيد من عندها. شو راح تعملون؟ في اخت كتبت لي ام يوسف كيف راح نعرف الزيت الزيتون المغشوش مو من المغشوش؟ راح اقول لكم شغله، طبعا انا اشتريت، انا جيت نهايه السنه، يعني نهايه السنه تبعت العام من جيت كانوا عاصرين زيت الزيتون ومخلصين. طيب فانا يعني ما لحقت اخذ وما حكيت حتى مع عيالي، وهاي راحت من بالي، كانت عندي تنكه يعني مشترياها زوجي وخلصت عندي من كثر ما اسوي لكم ماسكات. المهم حبايبي، ف
رجعت احتاجيت قبل ما تجي عصرة الزيت الزيتون اشتريت، صدقوني طلع مو زيت الزيتون واشتريتها كتير غالي، وما اشتريت انا اقول لكم اشتريت 5 لتر وطلع مغشوش، وانا زي زيكم يعني صراحة مغشوش، وخفت حتى طعمين لولادي، خفت ما بعرف كيف غاشيه. المهم حبايبي انا ما اعرف كيف تقدرين تكشفين الزيت الزيتون، هذا يبقى على ضمير الناس، بس انا صراحة عندي سيلفي مهندس زراعي والله يوفقه يا رب، انا كتير احب هذا السيلفي، هو صراحة جاب لي زيت زيتون جاب لي اياها، وهذا انا مفضيته بهذه، بس طعمه رهيب جدا، زيت زيتون انعصر قدامه وصافي 100%. فما اعرف حبايبي لازم الانسان تشتروه ثقة، يعني ثقة، انا ما اعرف كيف تكشفوه يعني الصراحة. المهم حبايبي هسه راح ندخل على الفيديو تبعتنا، راح تاخذين تقريبا نقول ملعقة اكل من هاي الخلطة تبعت قلنا التفاح المانجا، انا حاطه الدراج، حتى قشور المشمش هيك تقصيها، الشمام، طيب كله مع بعض ملعقه اكل او ملعقه ونص مو مشكله. راح نضيف لها حبايبي اذا عندكم الزيت جوز الهند السائل اللي هو ساخن، يعني على الساخن مو على البارد، اللي شو اسمه تقدرون تحطوا له، ما عندكم تحطون زيت الزيتون حبايبي، زين تخلون تقريبا نقول لا تسوون كميه زي ما قلت لكم حبايبي، لا تسووا كثير، والمشكله ما بتستعملوها وترموها، بس تطبقون معي، انا ما في اشي اسويه معاكم اذا ما استعمله. هيك حبايبي تقريبا استكان من زيت الزيتون، يعني حورجيكم عشان بتكون، لاني انا حطيت هيك على البركه وانتو يعني نقول تقريبا هالقد استكان كامل من زيت الزيتون تخلون، وانا طلعت كميه اقل تقريبا، زين حتى لو طلع اقل او اكثر لا تخافوا ما راح ياثر. شو راح اسوون؟ راح تاخذوه هيك وانتو شايفيني انا مجهزه هون، وراح احطه بحمام مائي، وراح اسيبه بالحمام مائي هيك بقى، انا شلون خليته انتوا ما اللي عندها راح تقدر تسوي هيك، انا حطيتها هيك الحمام ماي، انتوا تقدرون تخلوه حبايبي على الغاز، طيب بس على نار هادئه، شايفين انا حطيتها على شمعه يعني نار كتير هاديه، وسيبوه حبايبي، انا بالنسبه لي اسيبه ساعتين ثلاثه، تقدرون على الصوبه هسه اللي حاطه صوبه كاز تحطها هيك وتحطها على الصوبه، بس تشوفيه يغلي شيليها كلها هيك وتحطيها جنبك هيك، طيب بس شفتيها دفى ترجعين ترجعي وتخليه على هالوضع، يعني عشان شلون تحسين بريحة الزيت تغيرت، شلون بدي اقول لكم يسووها هاي شغلة مدة ساعة ساعة ونص، بعديها اذا كان مو ناشف طيب بعد اسبوعين تصفيه، بعد اسبوعين تصفيه اذا هيك زيي، إذا هيك زيي وبعدك كمان أنا كمان مو ناشف كثير، إذا سويتيه من الفواكه يعني اللي طازة يعني هيك بسرعة قشرتي وسويتي تصفيه بنفس الوقت، بس إذا زيي بعد أسبوعين تصفي. شو تستعمليها حبايبي؟ هذا يستعمل للوجه، للبشرة، للشعر، للجسم، يرطب الجسم، يشد كثير حلو. كتير حلو، أتمنى حبايبي إنكم تسووا وينال رضا الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.